أهلا بكم. ادعت ممرضة تشتغل بمركز للتلقيح تابع لعمالة سيدي البرنوطي بالدار البيضاء مساء يوم الأربعاء 11 غشت 2021، تعرضها للعنف البدني من طرف عون السلطة أثناء مزاولة عملها، الأمر الذي أثار حافظة الأطر الطبية والتمريضية التي تشتغل معها والتي تقول أنها كانت شاهدة على الواقعة، حيث يستعد العاملون لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلتهم. وتشير مصادر محلية إلى أن الحادث المفترض وقع بسبب مشادات كلامية نشبت بين عون للسلطة مكلف بتسجيل المواطنين بمركز التلقيح وبين ممرض متدرب لتتدخل الممرضة من أجل مؤازرة زميلها، الشيء الذي عرضها للعنف الجسدي أمام الحاضرين وللاحتجاز في غرفة داخل المركز حسب رواية الأطر الصحية. وقد نشرت الممرضة الضحية فيديو تحكي فيه ما جرى لها ليتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع وسط امتعاض واستنكار كبير من طرف من شاهدوا الشريط وتضامنوا معها. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.